يكتسي هذا اللقاء أهميته من كون جملة من المؤسسات الفاعلة في عالمنا قد تضافرت على حمل مشعله. مؤسسة وزارة الخارجية بالمملكة المغربية بكل ما تكتسبه وتمتلكه من فروع عبر العالم ومن قوة إيحائية دبلوماسية بهذا الخصوص، أيضا مؤسسة علاء الدين بكل كذلك ما تمثله وبكل الجسور التي وفقت إلى بنائها عالميا، وكذلك مؤسسة تحالف الحضارات الأممية التي تجمع ضمن نسيجها المؤسساتي عددا من مكونات المجتمعات المدنية الفاعلة والناجعة عبر العالم. المكان المملكة المغربية، مدينة طنجة. مدينة طنجة مدينة لها إيحاءاتها عبر رموزها في القديم وفي الحديث. المملكة المغربية لها مكانتها من حيث إنها قد ظفرت بين النوايا الحسنة وبين الأفعال الناجعة، كل ذا مكسوا بالأنسجة التشريعية والقانونية والمؤسسية، وكذلك مؤيدا بكل اتفاقيات التي تمت بلورتها في إطار هذه المبادرات وفي إطار هذا التوجه الذي يقوده مولانا أمير المؤمنين حفظه الله، حيث إن الظفر بين كل هذه الأمور هو الذي أهل المملكة المغربية لأن تكون المنصة الملهمة التي ينطلق من هذا الحوار الذي يعتزم بعون الله تعالى أن يكون حوارا سنويا في هذه المدينة في هذه المملكة الغراء. شكرا. وما تكونش مسائل مقررة، وأنه يعني المسألة مصالح هي مصالح الدول القوية والغنية والشمال وإلى آخره، لابد من أخذ مصالح الدول، كل الدول والمجتمعات في الاعتبار، حتى يكون هناك نظام دولي ممكن أن يؤدي إلى سلام. بدون هذا لا أعتقد أنه السلام والاستقرار ممكن. Nous sommes à Tanger pour ce premier dialogue de Tanger, dont l'objectif, à un moment très très difficile dans l'histoire du monde, où le monde va mal, il se passe beaucoup de choses très inquiétantes, et nous réunissons toutes sortes de personnes de perspectives différentes pour parler de l'avenir et pour essayer de forger des solutions, des moyens d'entente, de dialogue constructif dans un esprit d'optimisme et surtout dans un esprit d'action. Nous allons nous parler, mais nous allons vraiment songer à des manières d'avancer, d'agir et d'apporter un peu plus de lumière dans un monde qui en a vraiment besoin. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.